لك بالسيارة نزلت ما لقيتها؟ لا هون عمال أسوي تنظيفة. تنظيفة؟ خليلي علبك. لك دخيل تنظيفتك. خليلي روحك الطيبة. إيش اسمك؟ أحمد موفق. أبو إيش؟ أبو محمد. أحمد موفق أصلكم من الكلاسي؟ لا والله من الأصيلة من حارة الأعجام. إيه على راسي. خليلي علبك. عامل الشرف بالبلدية أنت مستلم هذا القطاع يعني؟ هذا من لطفك والله، والله أنا إيش أقول لك يعني مالي شنو يعني بشتغل خاص عندي زبونات وبلم بدور عمالك موظف بلدي؟ لا والله ما في والله الدولة ما هي أنا كبير ما بقبلوني بالله شو؟ أي والله إذا أنت عم تشتغل أي شركة قطاع خاص؟ أيوه قطاع خاص لألك يعني؟ إيه بس أنت أكابر خليلي قلبك أنت الأكابر وين ساكن؟ والله بالفردوس جيبولنا كهرباء كرمال الله يلا جاي والله الله جابوا والله عم بيقولوا انه يا رب يا رب هانت يعني بجاه الحبيب الاعظم ابو ايش قلت لي انت محمد ابو محمد كم ولد عندك والله عندي 8 4 ب4 اه العدل هيك انصفنا بالامر والثمانية عندك بالفردوس ساكنين لا والله ساكن معي واحد احتياط مدني يعني تردد علي البنات مجوزين كلهم تنتين مجوزين وتنتين عزبات الله يبعث لهم اولاد حلال يا الحبيب العظيم محمد موجوده موجوده ايه ايه لانه خربان البيت اذا مات ليش اصابه الله يمد في عمرك اكيد الله يوفقك الله يخليك هي الاعمار بيد الله ايه والله الحمد لله الا اذا انت عم تجلطوا هذا شيء ثاني والله الله بشوف له لك ما نخبي على بعضنا عم تضغط عليها كثير لا 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 هو الحياه مو قاسيه يعني بنفضفض احيانا لبعضنا هلا في فرق بين تفضفض بين تقضوا وقتي لا والله والله بخاف عليها والله العظيم صدقا بالله ان شاء الله انه سيدي يا رب بخاف عليها اكثر من نفسي بقول لك حكايته حلوه يا محمد ايه خليني روحك ايه بتخاف عليها شو بخاف عليها اكثر من نفسي بقول لها ان شاء الله يومي قبل يومك يشيل بعمري ويمد في عمرك مو عمر يعني ان شاء الله يعني ما اشوفك ميتة انا اموت شوفيني انت ميتة بعيد الشر الله يجعلكم دائما الله يجعلكم الله يوفقك شو هالقصة الحب الغزلية هاي شو هالعشق نيالة كم سنة صاركم مجوزين يعني بالثمانينات بالثمانينات بالستة وثمانين سرحت من الجيش قتلت له أبو قلت له ان شاء الله انت مأمن على حالك وانا نجوني بتجوز وسرحت من الجيش الاحتياط المدني صمدت 4500 كان اول كانت تحكي الاربعة كانت يعني انت ذكرتني بواحد كمان سرح من الجيش من هون قال بدي اتجوز من هون لا خلا والله العظيم جازي سترة زين انه هو من هون من الشباب ايه واحد بس ما وانت انا ايش لا سرح انا شو انا خطيرت لا في شباب مني لا بس حزير حزير منه بتربح 100,000 فورا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذا ما له علاقة. هون هون واحد. مين. خير الأمور أوسطها. أيه. ما هيك بيقولوا؟ خير الأمور أوسطها. غلط غلط. هي النصيني. لا غلط عبالة. والله. أنت؟ لو رحت لي معناتها. شايف؟ يلا بحك معنا 100,000. هذا هو كمان خلص من هون يا معلم أبوي ما بقى الله وكيلك. الله وكيلك استلموا لأبوه السلام والله العظيم عمي أبو شريف بحكي لك بحكي لك والله العظيم إذا بتشيلي على المونتاج لقص عصبك بس تعرف إشو صار اللحم أرخص من الفروج إيه والله هيك إيه إيه خاصة للضحايا بعد الضحايا بجمعتين ننشف أبدا إيه مو عبالله إيش أنا... الغدا اليوم الغدا عجي والله فتحت له فيلم دراما عجي طيبة إيه عجي إم محمد تعرفت له الأمور اللي... إيه بتعرف فنانة بالأكل لو كان مي فنانة كنهر مشكلة فنانة بالأكل؟ ايه منيح ستة وأربعة ستة وأربعة يا الله ستة وأربعة وأربعة ستة وأربعة شو قال عشرة عشرة صار 200,000 يلا نكملون على ربع مليون لا والله إلا 300,000 نعم الله يوفقك ستة واثنين ثمانية يلا الله يديمك بفتخر فيك خليلي قلبك ويديمك لأم محمد ويخليكم لبعض ويحميكم ويرفع ماشي. من شأنك يا رب شوفوا لي الوجه المنورات أحلى أبو حمدو خليلي قلبك أم حمدو ديري بالك عليها مرتب ما إيش مو نطلع التلفزيون ده شوفني لك أين عليه حالي ما ضد حدا بجنوب أفريقيا دي شوفوك سلام عليكم Thank you.
اللبس الحلو. شو اسمك؟ فاطمه. انت فاطمه؟ ايه. وانت؟ لا غلط خلص. لا لا لا. انت شو اسمك؟ نور. انتو توم؟ نعم. ايه. توم حقيقي؟ ايه. شلون ميزو بيناتكم؟ نور لا تقولي له ضقر. شلون؟ مسنون؟ شو اسم رايق؟ لكن شلون؟ في عندها شامة بهذا بخده. عندك شامة بخدك؟ وين هاتي اشوف. اي والله هي هون. انت ورجيني. انا ما عندي. يعني هلا بميزوكم. امك وينها؟ امي بالبيت. يعني امك بتميز بناتكم من الشامة؟ ايه. ابوكي وينه؟ ميت. شو ابوكي؟ ميت. ميت؟ كيف ميت؟ نور قولي له. انت قولي. راح على العسكري وما رجع. أبوكي شهيد؟ الله يرحمه. يعني أنتوا شو قد عمركم؟ سبعة؟ بتتذكري أبوكي أنت؟ بتذكر. ها؟ بتذكره. تذكري؟ تحبي لأبوكي؟ بحبه. ها؟ أنا كثير بحبكم. بس شو سر الحلاوة؟ أنتوا هون ساكنين؟ هون شكلين بشارع بلال. ها؟ هون شكلين بشارع بلال؟ والله نزلتوني من السيارة، شفت هالأناقة وهالرتابة وهالبنتين الحلوات وشناطي. طب شاطرين ولا كسلانين؟ لا شاطرين. أكيد؟ أكيد. أكيد ها؟ أكيد. وأنت شاطرة؟ إيه. أربعة زائد واحد؟ خمسة. أكيد؟ أكيد. جواب نهائي؟ انتوا وين ساكنين طيب اذا ابوكم مستشفى؟ ساكنين عند نانتي. نانتك ام امك ولا نانتك ام ابوكي؟ لا نانتي ام امي. ام امك؟ ايه. انتوا قاعدين عند نانتكم؟ انت وامك؟ انتوا في عندكم اخوه غير انتوا التنتين؟ لا لا. لحالكم؟ ايه. انتوا وامك ساكنين عند بيت نانا؟ ايه. لك ابوس قلبك انا. طيب يلا سؤال رح نربح. انت 500,000 وهي 500,000. شو رايك؟ أربعة زائد واحد. خمسة. تشيكي هاي. تشيكيها. تشيكي. بحكيها. والله لازم أوصلكم أنا على البيت. شو هالحلاوة هاي؟ يلا خلينا ننهي لأنه ما بقى الوضع. كان بدي أطلع معكم على البيت بس أنا هلا رح أوصلكم. الله يرحمه بابا في الجنة. ولازم ندرس وناخذ شهادات ونتخرج ونرفع راسنا بأبونا. أعطيني بوسة من خدك وأنت كمان بوسة من خدك وأبوس الصبايا الحلوين. يلا 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 يلا. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ ايه شو عم تبيع هون؟ جوابات. جوابات؟ اي. انت عم تبيع هون اخوك هاد؟ اي اخوي. انت شو اسمك؟ حمزة. حمزة؟ واخوك شو اسمه؟ ورد. شو اسمه؟ ورد. ورد تعي يا ورد تعال عندي تعال. وينو ابوك؟ وي قهاك. قهاك يعني هو موجود هنا يعني. ايوه. كهني قهاكي كهنيكي كنهاكي كهنن ضل حدا شي زينا. شو اسمك قلت لي؟ حمزة. حمزة انت اين صف؟ تالت. جهد الرابع. شو؟ جهد الرابع. هذا عم يقتلني هذا تعال اشوف. نجح على ايش؟ على الرابع. وانت عايش نجحت؟ على الثاني. وكل واحد عم جاوب على الثاني. انت نجحت على الثاني؟ اي. وانت نجحت على الرابع؟ اي. عم تساعدوا ابوكم هون ببسط جوابات؟ اي. غلواتية شي؟ لا. ها؟ لا. أكيد؟ إيه. الجواب مشترك شريف لاحظت لي؟ لا. إيه. بتحبوا بعض؟ إيه. إيه. بتكرهوا بعض؟ لا. لا. واحد سبع واحد. طيب. تغديتوا؟ غدينا. تأخر. فطرتوا؟ فطرنا. مع بعض. إيش نقلكم؟ وين ساكنين؟
العظامية. واحد سبق الثاني بالعظامية؟ أي. طيب ايش بدي تشاركوا معي بالمسابقة؟ أي. يعني هلا أنت إذا أجاك واحد قال لك هدول بشقد ايش تقول له؟ ألف جراب. جراب ألف؟ جراب ألف. طب إذا بدي آخذ أربعة بتراعيني؟ بالأخير 4000. بالأخير 4000؟ نعم. ما معك لعب طول أنت؟ لا كل شيء عندنا خبوة، لا سقط ولا عزل. لا سقط ولا ايش؟ لا عزل. لا سقط ولا عزل. اي. طب انا عندي كم واحد بدي ابيعهم؟ براعيك فيهم. ادريان. ها؟ ايش كم واحد ادريان؟ مو جرابات. ايش منين؟ بني ادمين. اي. تشتريهم؟ اشتريهم. هداك شو عم تشتري؟ هداك؟ اي. كيف عشان تبين اياه؟ لك ببلاش بس خدوه. واحد وواحد؟ اثنين. اجرينا اندبحت. اي 50000. تعال لك انت. اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة أربعة. اثنين وثلاثة؟ أربعة. اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة خمسة. تعا تعا تعا. هلا بعدين بتطبل بس طلعان على الرزق. تعال لك تعا. ستة واثنين. لا خلاص خليك فوق. ستة واثنين. ستة واثنين ثمانية. برافو عليك صاروا 100000. ستة واثنين ثمانية. برافو عليك صاروا 100000. أربعة وواحد خمسة. صاروا 150000. أربعة وواحد خمسة. جواب نهائي؟ إي. إيش عاد أنت بس بدك تاخذ 150000؟ لك 150000 له. تغديتوا؟ تغدينا. لا بدي جواب موحد. ايه مع بعض. تحبوا بعض؟ ايه حب بعض. ايه تكرهوا بعض؟ لا تحبوا بعض؟ ايه وانا بعشقكم. ايه يلا بدكم شيء؟ لا ايش ما قلتوا اشتري هدول ما بدك تشتريهم؟ شقد شقد. اه شقد بيعا. يا هلا هذا انت ايش دمك شو عم تشتري؟ شقد بيعا. شو بتبيعا؟ انت حددت خيو ما بنختلف. لا انت. شيء البضاعة وما بنختلف. لا انت. بالله شو؟ انت. انت 2000 ورقة مش الحال؟ تشتري؟ ماشي. نعمة 2000 ورقة هاد؟ ماشي هوا. والله بتريح صدى اف ام كله منه. السلام عليكم. شلونك؟ مشتاقة لك. شلونك انت؟ ايش فرجني الوجه الحلو؟ لك دخيل قلبك انت عيونك الحلوة. عمياني هاي. ايش من عيوني؟ عمك. عندي عاجز فوق عاجز ولاد الشهدو. ما عندي بلم خبز يابيس بلم كراتي لك واشرب. هون بيتك انت؟ باب الخامس. ام ايش بقولوا لي؟ ام ايمن. على راسي ام ايمن. علي روحي. صلي على النبي. الله. حق حفوضات ما عندي. ادج احفظه. وملوى الله اليوم نزلت هيك بكيت بكيت ذلكت ما عنا شيء كل الحرب تعرفني. من وين انت؟ من ادلب. لك عراسي ادلب. الله يسلم راسك. الله يسلم راسك. صلي على النبي. الف دور يخلي لي الوجه الحلو. ام ايمن بتعرفي انه انا كنت بصلاح الدين وقبلها وين كنا؟ بالعظاميه يمكن بمرديان. وجينا لهون وانا قبل ما ادخل على المفرق عم بيقول لي ابو نور شو رايك ندخل المفرق يسار وشفتك هيك. لا اله الا الله محمد حبيبنا رسول الله. الله يطول عمرك. معنا بالمسابقات. بالمسابقات قلتها مثل اهل ادلب بالمسابقات. ايه وفي واحد هيك اسمه ابو فيصل. لو تطلع الشعر شوف الحجي وشوفه للحجي. تشبح بك عليه. ايام عنا ناكو ايام عنا. شادي هذا شادي هذا الغالي هذا شادي الغالي. هذا
هذا شادي الغالي تعال شوفوا، عندي اربع خمس صبايا، عندي بنت امبارح عملت لها عمليه، ابدا كوب تشرب من عندي بلم كراتين بلم نايلو لحتى طعميهم وسقيهم لاولاد ابني بنتي. وعندي اولاد شهيد ثلاثه. عندك ابن شهيد؟ لك عندي محيي الدين. جاهزين؟ ابو النور مزدوج ها؟ هي ادلبي، من وين؟ من ادلب؟ من سراقيب بس متجوزي هذا فتناز. ما بيعطوا هدول اهل تفتناز لاهل سرائب؟ بعرف ما بيعطوا؟ بيعطوا. هيك معلومه هلا بنشوفها في فيصل اذا صحيحه ولا لا، بس بعرف ما بيعطوا يعني اهل تفتناز لسرائب. بيعطوا؟ بيعطوا. اه؟ ايه بيعطوا يعني؟ بيعطوا. اخذ صلي هلا لهم الشرف ياخذوا من سرائب. لك لهم الشرف، انا من بيت الحامض ما بخبي، خلي يطلع على التلفزيون وعلى الكل وعلى الهاتف وعلى الكل. انا من بيت الحامض من سراقب. اي على راسي. الله يسلم راسك. طيب ام ايمن 4-1 5. برافو عليك. هي 100,000. الله يرزقك. 3-2 3-2 4 5. برافو عليك. 200,000. الله يرزقك. 6-4 10. هي صاروا 300,000. الله يرزقك. المرحلة الأولى. الله يرزقك. طيب أعطينا شي مثل إدلبي. إيش بتريد مثل؟ إيش وأنتوا إيش بتقولوا عنه؟ إيش بنقول؟ قال دقيت باب السرايا، رن الجرس من جوا. ما يفتح الباب إلا صاحب القوة. الله يعزكم عز قدركم. والماء والماء ومال بالشطة حتى خد جوا، والماء معه مال مثل الكلب لو عوا. هلا أنا مستحيل أرجع عيده بس كثير رائع. صاروا 400,000. الله يرزقك. هاتي مثل غيره. ايش بتريد؟ ما بعرف شو شو عنكم انتم بسرائب هيك شيء اكله او تفتناز؟ سراقب أكلة مشهوره فيها. مشهوره في كل شيء نحن اكلنا، الخبز والمحمرات والشوي والمحشي والششبرك والكبي وكله هذا اكلنا. انت بتعرفي تطبخيهم هذول كلهم؟ كلهم هلا بس يكون لحمي موجود عندي بطبخ كل شيء. والله شو؟ لا والله ملوخي. انا ملوخي؟ ملوخي؟ ملوخي يبرق. يبرق؟ ملوخي؟ ملوخي يبرق. من عملة شي فرجي للفرج. بالله شو؟ والله شي فرجي للفرج، يعني هي 10 أدبال الفرجات، ما هيك؟ يعني نقط 10 نجوم. 10 نجوم. 3-1 3-1-4 صار نص مليون. الله يرزقك. سما خلصنا. الله يرزقك يا رب. سما خلصنا. يخلي لي اياك يا رب. مش خد صلي على الله شوفني اياكم بيركيون. كي اجت رؤى هاي الدرويشي؟ وجينا نحن الحلقة تبع يوم داعي اروح احكي عن مشاهدك. الحلقة تبع يوم الثلاثاء هاي درويشي. هاي درويشي الافتتاحية كانت من ادلب. من ادلب ام عبدو كمان ربحت معنا 500,000. انت اليومين؟ انا ام ايمن. ايمن تربحي اكثر من 500,000. وامه لمحيي الدين الشهيد الله يرحمه تعيش. 6-1 6-1-7 600. الله يطول بعمرك إلهي ربي. منين الله جاب لي اياك يا رب؟ واحد يخلي لي اياك. 2 صاروا 800,000. الله يرزقك. الله يرزقك. الله يرزقك. هذا الابن ابو عسكري. ابو شو اسمك انت؟ عبد العسل. عبد العسل؟ لا عبد الملك جلال. عبد الملك جلال؟ وانت عبد الملك فاروق؟ لا هذا احمد. انا احمد ابو عمر مدراتي. ايه على راسي. تعال عندي. تعال عنده. ورجيش قصروا 100 200 300 400 500 600 700 نحن بدنا مشان نخربط. طلعوا علي. واحد وواحد. اثنين. يلا هذا بالنص لك وله يا رب 750. السلام عليكم. هاي بو هاي الكاميرا. ها ها الكاميرا. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة مرحبا. الله. مرحبا. نطلع شوي على الرصيف. تفضل. مرحبا. أمرني. كيف الصحة؟ أهلا وسهلا. أبو إيه جنابك؟ أبو نبيل. أبو نبيل؟ نعم. وهذا ابنك؟ أيوة. شو اسمك؟ نبيل. نبيل ما عندك غيره؟ لا عندي جنة. عندي جنة. عندك جنة ونبيل؟ نعم. أنت وين ساكن؟ هون سيف الدولي.
وش عم تعمل هون بالعظمية؟ أنا هون بشتغل هون وايد. شو بتشتغل؟ بشتري كياس ببيع. يعني بتشتغل بالنايلو؟ أيوة أيوة. عرفت مين معك؟ لا والله. ها؟ لا والله. أب أنت فاقد للبصر بسبب عملية ولا لا من لا الولادة؟ من زمان. يعني من الولادة؟ نعم. ها؟ لكن أنت تبصر في قلبك. نعم. شاء وأنت الله. تشاهد بقلبك. شاء الله. شاء الله. شاء الله. عندك بس جنى؟ ونبيل. ونبيل. طب مين دي شارك معنا بالمسابقة؟ أنت ولا أبوك؟ أين صف أنت؟ نجحت الخامس. نجحت الخامس؟ نعم. شو هالشقارة الحلوة هاد؟ تسلم تسلم. جاهز للسؤال؟ تفضل. يعني أنت بتشتغل بالنايلون؟ نعم. بأكاس النايلون فقط؟ نعم نعم. قدي يعني بتطلع بالشهر تقريبا؟ والله ما في يعني شيء معين، ما في أيام بشتغل أيام ما بشتغل طوال، حسب يعني هذا رزق من رب العالمين. صحيح. وهلا رأي أنت على شغلك ولا خلصت الشغل؟ لا أنا بشتغل بالنهار، بالليل ما بحسن بشتغل أبدا. أي يعني هلا شو وين رايح هلا؟ بدي أشتري أغراض وأروح على البيت. آه خلصت يعني؟ أي خلص الشغل الحمد لله. ليل واحد وواحد؟ اثنين. فوقن اثنين؟ أربعة. وفوقن واحد؟ خمسة. برافو عليك، ربحت معنا 100,000. هاي الظرف معك. خلاص أبوك إيش رأيك ننسأله أبوك أنت بس شو معنا بالمسابقة؟ بس للأمانة أبو نبيل اللي خلاني أنزل مو نبيل. الله يسلم. 3 و2 5. أنت شاطر لك أسلام. صاروا 150,000. الله يرزقك يا رب. الله شاطر أكيد. الله يرزقك يا رب. ها؟ طب أختك جنى بدنا نسأل سؤال أنت بتجاوب عنه، شو رأيك؟ تفضل. 4 و1 5. وهي 50,000 لجنى. بقي الوالدة. الله يرزقك يا رب. 6 و3 ضربنا السيارة للسه. للسه. اه لأنه داخل قطرة وماطورة. 6 و3 ايش قد؟ 9. 9؟ فوقن واحد؟ 10. وهي للوالدة. الله يرزقك. تمام؟ يعوض عليكم إن شاء الله. الله يحميك. الله يكرمك. أنا اسمي شادي حلوة. الله يسلمك. وشرفت بمعرفتك. الله يبارك فيك. والله يحمي لك الشمعة. الله يبارك فيك. وديمك فوق راسهم. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرباني. اسم العرباني عبالي منقوشة. يعني انه شو خطر لك بإدارة حمودة وهذا الرقم؟ انه عبالي منقوشة. هات لأشوف كنت فتح اللي نزلني الاسم. الصراحة عبالي منقوشة. الصراحة حزير انا شو جاي عبالي. شو جاي عبالك؟ اي حزير شو جاي عبالي؟ ضيفك منقوشة. لا والله غير ضيفي منقوشة. تنزل بساحل هدول الثلاثة كون الحلقة الأخيرة. لا عيونكم والله. شو رأيك؟ تنزل فيهم لط خرج حمودة؟ نضيفكم. طيب. مناقيش نضيفكم شيء؟ هات لأشوف. لا قبل ما تضيفني شيء، أنا شو بتعمل مناقيش هون؟ في عندك شيء طيب كتير، فلافلة مع جبنة، مرتديلا مع جبنة اسمها توشكا، أكلة لدقونية وطرطوسية كتير مشهورة. مرتديلا مع إيش؟ مع جبنة. مع جبنة أشقون بتعطيك شطة ولزة، مع جبنة غنم. هي شو منين سويتها أكلة لدقونية وكذا؟ بنعملها هون بحلب يعني. هلا في عالم بتاكلها بحلب. يعني بيسوي لي حاله إنه مناقيشه متميزة. شو اسمك؟ أحمد زعرباني. احمد زعيرباني. ايوه. اي على راسي. بتدرس؟ شو بتشتغل؟ شو بتعمل؟ والله سجلت بالجامعه معهد تقنيات حاسوب. ايه. وهيك كملت؟ ما كملت. لماذا؟ بسبب انه سجلت بالمصنف 30 رغبه، لازم اسجل 30 رغبه، فسجلت رغبتين احترقت شهاده البكالوريا، فهلا بس تنزل المفاضلات راح اسجل. بدي انه لبما يخلص التكميل البكالوريا. قد عمرك ليش؟ 22. 22. انه دارس متاخر. انا دارس متاخر؟ ايه منيح حمد لله دارس، غيرك ما بيعرف يفتح كتاب. ايوه. ايه ابو ايش بقولوا له؟ ابو الليس. ابو الليس يا ابو إدارة حموده وابو الليس وعبالي منقوشه، وين ساكن؟ صلاح الدين. عائلتكم كم شخص انتو؟ عائلتنا 4 شباب. ايه. وبنت صغيره. ابوك موجود؟ متوفي من 13 سنه. من 13 سنه. والوالده؟ الحمد لله عايشه. معكم بالبيت؟ ايوه. وانتم عم تصرفوا على البيت يعني؟ نحن كلياتنا بنشتغل نصرف على البيت.
انت الوصاني الصغير انا اكبر شيء اكبر شيء اي على راسي والنعم خلينا يعني ابوك ابو محمد كان ابو احمد ابو احمد اه حمودي يلا جاهز اربعه وثلاثه سبعه والله رحت معنا 100,000 سته واثنين اختك الوحيده قد ايه عمرها؟ تسع سنين قد شو اسمها؟ لين لين سؤال للين لين لونا هدول هيك بكونوا اكابريات بالفطره واحد وواحد لونا بنتي طبعا اثنين واحد وواحد هذا للين خلينا مزدوج بالتحديد هلا بقى لأم ام احمد اربعه وواحد خمسه مزدوج خلينا 300,000 بقي انت كمان ستة وثلاثة تسعة بس وعدني راح تكمل مفاضلة راح تتابع ها وعد الحردين انت 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 هون دائما هلا بشرفك اطيب شيء عندك ايش؟ مرتديلا معجبني في زعتر في زعتر في زعتر كثير طيب هلا كانوا يكتبوا اذا واحد صار معه دود او شيء زيت وخروع في عندك منقوشة بزيت وخروع؟ ما في يعني بدنا سألتني معطي. سألتني ليش سميت عبالي منقوشة؟ ايه كنت فاتح انا قدام بسوق المحل قدام منقوشة مرة ايه. جيت لهنيك وعجزت فيكم مشان تجوا تاكلوا من عندي وهيك بالله شو بس ما رديت علي بسبب الضجة كان كان زحمة؟ فسميتها على اسمه يعني شرفك اكلاتك طيبة؟ والله كثير طيبة يعني ما بعمل غسيل معدة مثل هذا تبع الفرقان ها؟ لا كيف كيف طب خلص انا وعد شرف رح اجي لعندك واكل من عندك انت ايمت هون بتبلش؟ وعد الحردين هون والله وعد ايه والله خلص هي هدول شوخة السليتي هدول يعني ما عندهم مشكلة بس انه ايمت من الساعة 5 ايه للساعة 1 بالليل بالليل ها؟ يلا خلص احلى حمودة وعبالي منقوشة من عند حمودة الإذاعة الكورنيش هي اعلان لعيونك مجانا السلام عليكم يلا سلام اشتغل هون مع الشركة؟ ايه يلا شركة صفي كلبتشو لي سيارتي مرتين بس معلش ايش اسمك؟ عبد الرحمن شو عم تدرس؟ ادب عربي سنة اين سنة؟ سنة اولى اخ عم تقضوها ملاغفة ومع كذا وعم تكونوا هيك مثل ما بقولوا بالواجهة ها؟ ايه والله عبد الرحمن كم ساعة عم تشتغل؟ 8 ساعات بالاضافة انت عم تدرس تعتمد على حالك بالشغل ها؟ ايه عم طالع مصروفك؟ ايه وعم بصرف على عيلي شوي يعني طب هلا اذا سالتك شيء بالادب العربي ايه ها بتقلي؟ قلي يعني اذا قلت لك كان الشارع نظيف ولا نظيفا؟ كان الشارع نظيفا برافو عليك واحد وواحد اثنين بحت معنا 50,000 اثنين واثنين أربعة برافو عليك ها حسن مخك على الرياضيات شوي أربعة وواحد خمسة برافو عليك يلا حبيبي الله يحميك موفق بفتخر فيكم شو اسمك؟ علي أنت هون تشتغل بالمطعم؟ إيه بشتغل بالمطعم علي من وين أنت؟ باللاذقية باللاذقية عراسي اللاذقية وأهل اللاذقية شو عم تعمل بحلب؟ والله بدرس حقوق اين سنة؟ سنة تانية وين ساكن هون بحلب؟ ساكن بالمدينة الجامعية ايه عم تشتغل هون بالمطعم؟ ايه والله والله إذا بيموتوا ما رح أذكر اسم المطعم حتى هلا هي هون هي هيك لا هي مو واضحة هي طالعة مو واضحة مو؟ دخيل حقوق اللي بفهم أنا بعدين محاميني من هلا مستقبلي تمام علي أربعة وواحد خمسة 50,000 سلامتك 6 و2
جامعي انت؟ جامعي؟ ما اللي عم بدرس جامعة هي آخر جزء من الحلقة كله الجامعة بس حمرقك والله. 6 و2 ماني صاروا 100,000. سلم. إذا بتقرب له عليهم لقص عصبك ماشي، عصبك لقصه. 4 و1 5 يلا حبيبي حبيبي الله يقويك، بفتخر فيك. تعال 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 تعال، والله أجا لحاله، والله أجيت لحالك، والله جيت لحالك. أنا رح أنزل عندك قرب لهم، والله أجا لحاله. سبحان الله سبحان الله. وين كنت؟ عم اشتغل هون يعني. والله شو لسه عم بيحدا دفعتني حق صندوق محارم. والله انا اجي انا هون بعد نفوات الله رزقني. ايش اسمك؟ انا حسين شامي. حسين شامي، انت بتبيع محارم، وين ساكن؟ ساكن بالقاطع عسكر. هون بتجي على المقنب وبتبيع المحارم؟ ايه بجي لهون. ها بجي لهون بشتغل. عم طالع رزق منيح ولا الحمد شو؟ لله. كم اخ انتو؟ نحن 6. انت وسطاني اصغراني؟ لا عندي اخ كبير. ايه. وعندي 3 بنات. 3 بنات؟ ايه صح. واخ كبير؟ ايه اخوي كبير. ايه 3 و6 عم تقول؟ ايه مع ابوي وامي 6. مع اوكي حسب افراد العائله. 3 و3 6. اي مع افراد العائله هي 50,000. الله يرضى عليك يا رب. خلينا اياه انت مع الولاده هذا الموضوع بيصير له علاج؟ بيصير له شيء؟ سالت؟ ايه بس برا بدي اسافر حدا يسهولي برا. ها سفرني معك معناتها. ايه شاء 3 و4 و2. ايه 4 و2 6. انت جامعي؟ انت جامعي؟ الله يرضاك. 4 و2 6. ايه طيب قرب شوي لعندي. يا طب طلع على الكاميرا، شو بدك تطلع فيني انت؟ طلع على الكاميرا شوفوا لي هالجمال الرباني. الله خلينا 1 و1 2 وفون 4 6. النتيجة كلها عم تطلع على عدد مين؟ 1 و1 2 كمان فون 1 3 فون 3 6. يلا الله يرزقك يا رب. خلينا يلا يحميك. انتوا بتكلبتوا العالم سياراتهم ودنيا، بكره بنلاقي دعوه منصفي. هلا انا خصصت الجزء الاخير من الحلقه طلاب الجامعه، بس انا ما راح اخجلكم وانا ما راح اخجل معكم. بفتخر فيكم. خلي لي قلبك. ابو ايش بقولوا له؟ ابو علي عكام. ثلاثي 1 و1 1. ابو علي 4 و2 6. بدك تخرب بيتي؟ 3. شو اسمك؟ يحيى حمادة. 3 و2 7. 5. 4 و1 5. يلا حبيبي الله يحميك. الله يرزقك. موفقين. شو اسمك؟ محمد ثابت الأوس. يلا نتقدم. أعطيني اسم الثلاثي. شو عم تدرس؟ بكالوريا. بكالوريا أدبي اللي علمي؟ صناعة. محمد أنت قلت لي اسمك؟ ايه 4 و2 4 و2 6. صناعة 6 و3 9. لك 4 و1 5. جكر بهدول جيرانهم بعد 3 محلات. يلا حبيبي الله يوفقك. شو اسمك أنت؟ اسمي عامر. كمان بتشتغل هون؟ يعني جمعت المقاهي بس والله انا ما بقعد غير بمحل، واليوم قطعت له كارت كمان. عم بيعشتك نهائي. قطعت كارت. شو اسمك؟ اسمي عامر. عامر شو عم اشتغل؟ اشتغل رئيس اراجيل على البال. 4 و3 7. 6 و2 8. 4 و4 8. شو انت مامو انت طالب جامعة شي بشرفك؟ تعال لك. شو اسمك؟ علي ونس. شو عم تدرس؟ هندسة نووية. هندسة؟ نووية. يا لطيف سمعان شرفو. علي بيدرس هندسة نووية؟ بالله عليك بدي هيك شي قنبلة صغيرة هيك، كون اليوم حدا الأخيرة تشيل هالحسالات هيك. بدنا شوية يورانيوم. بدهن هيك ها؟ علي حلال هذا الفلاش اللي كان تحطه أمي للبلاط ما بتقدر تشيله. علي 4 و3 7. طيب ايش نسألك بالنووي؟ والله ما بنسى. 2 و1 3 صاروا 100,000. 4 و1 5 5 و2. طالب الجامعة بياخذ 200,000 هيك اخو. كيف شيء انت؟ طلاب جامعة هدول. يلا طالب جامعة. كيفك؟ كله نفس الزاوية يا شريف. شو اخبارك؟ تمام. شو اسمك؟ محمد. محمد شو عم تعمل هون؟
بيع بسكويت. بتبيع بسكويت؟ ايه. وين ساكن؟ بالاطرزي. وهون عم تبيع بسكويت بالمجنبه؟ ايه. بتجي المساء؟ ايه. محمد انتو كم اخ؟ انا واخوي. ها؟ اخين وبنت. اخين وبنت؟ ايه. اخوك اصغر منك لا اكبر منك؟ اكبر مني. مفقود. مفقود؟ ايه. الاخ مفقود وين فات؟ فات هون بحلب. ايه. راح طلع يجيب اكل وما رجع وما بنعرف عنه شيء. هلا بيان انت لحالك بالبيت؟ ايه انا واختي وامي. وابوك وين؟ ابوي صار له 13 سنه تاركنا وما بنعرف عنه شيء. ابوكم تاركهم ما بيسال عليكم؟ لا. يعني ما في تواصل بينك وبين اهلك؟ لا بس انا وامي واختي عايشين مع بعض. وانا ب 2013 طبت علي قذيفه راح وجري. ها انت ما كان فيك شيء؟ لا انا قذيفه بالاشرفيه. بالاشرفيه؟ ايه. حمودة يا حمودة، واحد وواحد اثنين. 50,000 ربحت معنا. ثلاثة وأربعة سبعة. برافو، صاروا 100,000. أربعة واثنين ستة، صاروا 150,000. أبو النو ثلاثة واثنين خمسة، صاروا 200,000. ايه. أربعة وأربعة ثمانية، صاروا 250,000. أربعة واثنين سبعة. أربعة ستة واثنين. هاي صاروا 100,200,300,000 يا حبيبي. الله يرزقك. سلمني. موفق. وهيك بكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة الأخيرة من برنامج الناس المعضة بموسمه الثالث، وهذه الحلقة هي مقدمة على نية شفاء عبد القادر ودلال، وأيضا مواطن من العراق ومواطن من مصر العربية، من فاعل خير كذلك الأمر وفاعل خير، وأيضا دعم بسيط من أسرة برنامج الناس لبعضها في الحلقة الأخيرة. طبعا ما تسدوا أبدا، بس لا والله عن جد عم بيدفعوا. انتهى البرنامج وأزل الستار على الموسم الثالث، وحتى ألتقي بكم في الموسم الرابع. استراحة بسيطة جدا، لدينا بعض المتابعات سنتابعها مع الحالات التي قمنا بعرضها سابقا، وسنعود إليكم بموسم جديد وحلقات جديدة. وحتى ألتقي بكم لكم أجمل تحية دائما وأبدا. بدي أقول قبل ما أقول إنسانية لا جغرافيا لها، شكرا لأحمد أحمد نعمة، بدي أقول له يعطيك ألف عافية. المصور المشاكس شكرا لك. أبو النور، يا أبو النور دائما بقولوا ورجونا أبو النور، بنقول لهم هذا هو أبو النور، وبنقول له لأحمد فتيل ورجينا رأس العصابة بالناس لبعضها شريف عبس، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، بكبر بكل المتابعين، بكبر بكل الداعمين. الموسم القادم سيكون أقوى بإذن الله، الموسم القادم سيكون حلقاته مكثفة أكثر، سينتشر أكثر في الكثير من المحافظات والمدن السورية. لكن دائما وأبدا حتى نلتقي مع بعض في الموسم الرابع، شادي حلوة أخوكم صغير بيقولكم دائما وأبدا الإنسانية لا جغرافيا لها. السلام عليكم.